ان انا شايف ان الاربع سنين اللي فاتوا ان انت الحاجات اللي انت عملتها من وجهة نظري، وانا تمام. دلوقتي بره النادي مش بتجامل. مش بجامل حد، ان انت الاربع سنين اللي فاتوا الحاجات اللي انت عملتها كويسة جدا جدا. مش لازم تربط ان انت نجحت انك تاخد بطولة، الحاجات الناس ربطوها بكده، في ناس لهم غرض وناس الطبيعي بيقول لك سكواد وامكانيات فياخدوا بطولة. انا دايما شايف ان انت كنادي جديد الاصعب انك انت تعمل هوية للنادي، انك تعمل اساس للنادي، تمام. انك تعمل حاجات تانية كتير للنادي. انت ممكن تاخد بطولة في سنة وبعد كده تبقى تامن تاسع تنزل مظبوط. لدرجة تانية، بس انك تعمل اساس واساس ثابت. يعني مثلا 4 سنين الاخيرة مثلا اللي انا كنت موجود فيهم، احنا اول سنتين تالت دوري مظبوط. وبتنافس قامات كبيرة، بتنافس قامات كبيرة وانت ولا عندك جمهور ولا اعلام، والحاجتين دول في مصر ما بيهزروش مؤثرين جدا. جدا جدا. وبعديها السنتين اللي بعدهم انت تاني تاني دوري متفوقا على واحد كبير قوي، سواء سنة زمالك او أهلي اهلي. وسنة زمالك، مظبوط. فأنا شايف إن دي نقط يعني مميزة جدا للنادي. النادي بيضم مجموعة مميزة جدا، ودي حاجة صعبة إن المجموعة دي تتجمع في نادي واحد، ده حاجة صعبة مش سهلة. صعدت في ال4 سنين دول أكتر من نهائي، بس هقف عند النقطة بس دي. أنت صعدت أكتر من نهائي مظبوط. نهائي سوبر السوبر وكأس وكاس مرتين وكونفدرالية كنت خلاص وكونفدرالية، هتاخدها، صعب تجمع فأنت كل العناصر موجود. دي في فريق واحد. هقف عند النقطة دي، نقطة مهمة جدا. هل أنت مجمعهم صح ولا مجمعهم بس؟ فاهم قصدي انت بالسؤال؟ فاهم، بس انت مجمع يعني جمعت سكواد محترم. يعني انت دلوقتي النادي اساسا ممكن يقعد سنتين ما يعملش صفقه. يعني اللي بدانا بيه الموسم، اللي بدأ بيه الموسم انت ممكن تقعد السنه دي والسنه الجايه ما تعملش صفقه وتشتغل. بس القصه انك لازم تشتغل تكمل شغل بعض، يعني كل واحد يكمل شغل التاني. كان في حلقة مفقودة جوه النادي بتؤدي إلى ضياع لا الألقاب. في ممكن يبقى في يعني 3 4 نقط يتعدلوا بس، ونقط بسيطة بسيطة. تتعدل بس تبقى سبب ان انت ممكن ربنا يكرمك. ممكن إن ربنا يكرمك، الكلمة دي برضو لا 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 تحسها لا مش كلمة، يعني لو مش زي ما انت. لا لا أصل هو ربنا يكرمك لو أنت كنت متقنا، لا كنت لا لا عادلا، لا 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 كنت لا 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 عملت كل حاجة بضمير. الناس بتشتغل وبتجتهد، لكن انا قلت الكلام ده من فترة، ان انت عشان تمشي كويس قوي وتاخد بطولة لازم تعمل 100% من اللي عليك او 120% من اللي عليك. مظبوط. لو الناس التانية مثلا اندية تانية كبيرة عندها اسم وجماهير واعلام بتعمل 70% وتاخد بطولات، انت لازم تعمل 120% عشان تاخد بطولات. مفهوم. ممكن تكون انت بتعمل 90 وده حاجة كويسة، بس لا ناقص تكة في مظبوط. كل الادارة وجهاز ولاعيبة. إدارة وجهاز ولاعيبة. لو دايما هترتبهم دايما واحد اتنين تلاتة. مش هقدر ارتب، بس دايما الإدارة والجهاز واللعيبة بيكملوا شغل بعض. فأنت كده قلت لي السبب اللي ينفع تقوله هو إن النادي بلا هوية. لا 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 مش بلا هوية خالص، ما قلتش كده. بيراميدز عنده هوية. عنده هوية إنك هاني تبقى كل اللعيبة السنين الأخيرة كل اللعيبة بتتمنى تلعب في بيراميدز. بس اللي دي مش ممكن هوية لا 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 مش هوية، بس يعني. هو أنا دي أنا علشان هقول ده لك حاجات. بيراميدز ده نادي رايق، لا 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 هقول لك بس فلوسه حاجات، حلوة، لا هقول لك حاجات بتنزل في مواعيدها، بقى. ومفيش حد بيقول لي هات لي بطولة، في نجوم، ومهما خسرت بطولات انا مكمل. في نجوم كبيرة، وده جزء من اللي بيعمله هوية للنادي. نجوم أسماء تقيلة في النادي، وجودهم جزء كبير بيعمل هوية للنادي. لو عندك مدرب يقعد بس سنتين ثلاثة، ما هو ده هيعمل هوية للنادي. ما حصلتش خالص ان مدرب قعد لا سنتين ثلاثه دي. ما فيش يعني اطول مدرب كان لا لا باتشيكو لا اللي لا لسه ماشي. ما فيش حد قعد فترة طويلة. فالحاجات دي ايه اللي هيعمل لك هوية غير مدرب بيعمل نظام وسيستم تشوف الفرقة؟ لا الفرقة دي ماسكها مدرب فلاني مفهوم. او لعيبة اسماء كبيرة ونجوم كبيرة. في حاجة كانت موجودة، لعيبة واسماء كبيرة، كل اللعيبة على فكرة اللي موجودة لعيبة دولية ولعيبة كبيرة. ايوه. بس الناحية التانية المدربين لازم مدرب يقعد سنتين ويشتغل عشان تحكم عليه في الاخر. ايه رحيل باتشيكو كان مفاجئ بالنسبة لك ولا كان أمر طبيعي؟ عشان انا في المطبخ عارف انه هيمشي، بس التوقيت كان مفاجئ طبعا. التوقيت ده اللي هو إنك كان عندك وقت أطول ممكن تمشي فيه، بس ما مشيتوش إلا قبل عودة المسابقات بأيام قليلة، ما هو هي الاداره دايما، ولا عشان نص الموسم عموما؟ ما انا هقول لك الاداره اساسا، كلمه اداره هي بتاخد قرار هي شايفاه صح، مظبوط. ممكن الناس كلها تبقى مش شايفاه بمعطيات. بمعطيات هي شايفاه وبتاخده، حتى لو عندك بكره نهائي كاس او
نهائي بطوله ممكن المدرب يمشي النهارده. كويس. اللي اتفاجئت بيه انا متوقع طبعا انه